يا جبريل سل محمدا ما يبكيك في البستان؟ لا لا مره يعني كده الرسول قاعد كده بيبكي ما يبكيك هو العليم الخبير. قال الله يسألك ما يبكيك؟ قال من لأمتي من بعد يا جبريل؟ الله عليه الصلاة والسلام. قال إن الله يقول لك لن نسوءك في أمتك أبدا، ألا ترضى أن تكون أمتك ثلث أهل الجنة؟ فوقف خطيبا وقال ألا تحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. ألا تحبون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. ألا تحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. قال أهل الجنة 120 صفا، أمتي 80 صفا. الله أكبر. هذا كرم، هذا كرم، سبحان الله. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. فترضى. قال يا رب لا أرضى واحد من أمتي في النار، واحد من أمتي في النار. قال بشر أمتك أن كل من قال لا إله إلا الله لن يخلد في النار. فجد عمه قلها. فيغار الله على كلمة التوحيد في قلوب الموحدين، يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فتخرجهم الملائكة، ثم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجون. أخرجوا من النار من دمعت عينه ولو قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني مرة. أخرجوا من النار كل من خافني في مقام. ثم يقول الرحمن الرحيم أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. فيخرجون فتصفق جهنم أبوابها، عندئذ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هنا يندم الكافر لو قلت لا إله إلا الله كان في زمرة الخارج. خرب. فلما يخرجوا فأهل الجنة ينظر عليهم يقولوا الجهنميين بين عليهم وعبين مد، فكأن يعني أسى ولا حزن في الجنة. فيغمسون في نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. فيراهم أهل الجنة فيقولون ربما سبقنا هؤلاء إلى الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كريم لما يعرف رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب.